بعد تنفيذ رحيل رئيسي باعتقادك سينتهي التعزيم؟ هو وارد طبعا، بس انا ما اعتقد. مجلس الأمة سيد قراراته وأن السيادة للأمة. سيد قراراته إذا مشى على الدستور واللائحة. قضية سجناء الرأي بالكويت، إذا كان قذف أو سب هذا ما يعتبر رأي. حسابات من شخصيات تهاجم السلفيين بالذات. لأن إحنا ما نمشي على كيفهم، إحنا سوينا أحسن قوانين حق البلد. القوانين اللي سويتها أنا بحمد الله تعالى 4-5 قوانين تدخل ربع مليار سنوياً على الكويت. ما هي أهم الملفات لمصلحة الكويت والمواطن؟ الإصلاح الاقتصادي والعدالة. 90% من أرض الكويت ملك الحكومة ومو مستغل.